تواصلي من أجل البوح والحكي والفضفضة لمشاكلنا اليومية في العلاقات الأسرية والغوص في عمق الحياة النفسية والاجتماعية. كلام طيب، فضاء حر لكم مستمعينا الكرام مع الدكتور طيب كريبان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أحبابنا في الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا الليلة عن ذكرى مقتل سيدنا الحسين عليه السلام. لماذا هذا الموضوع في هذه الظرفية؟ لأن هذه الأيام العالم الإسلامي يحتفي بذكرى عاشوراء، ذكرى عاشوراء التي جعلها ربنا عز وجل في أكرم الشهور العربية، وهو شهر محرم الحرام، نسبه الله لنفسه، شهر عظيم مبارك. وبعض القنوات ومواقع التواصل الاجتماعي تنقل أحداث مؤسفة ومؤلمة يراها الكثير من المتتبعين ويتساءلون عن حقيقة أمرها، خصوصا قنوات عند بعض إخواننا من أصحاب المذهب الشيعي، وبالتالي يقع هناك تلاقح للأفكار وهي فيها اصطدامات ومخالفات كثيرة. نريد أيها الأحباب الكرام في هذا الشهر الفضيل أن نبين كل هذه الأمور المتعلقة بعاشوراء وبشهر محرم الحرام. من قبل تحدثنا عن الهجرة النبوية من مكة إلى المدينة التي وقعت في مثل هذه الأيام، ثم عن الأخوة الإسلامية التي أقامها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بين الأنصار وبين المهاجرين، وبنى الدولة الإسلامية القوية الموحدة. ثم تحدثنا بعد ذلك عن ما يقع في عاشوراء، خصوصا الصيام، صيام يوم عاشوراء ويوم تاسوعاء، عسى الله تعالى أن يغفر به السنة الماضية كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وذكرنا الكثير من الممارسات التي تقع في عاشوراء لا علاقة لها بالدين، هي لها علاقة بالثقافة الشعبية وتوارث لأحداث قديمة. وحذرنا من الأمر الذي يقع في عاشوراء، وهو السحر والشعوذة الذي يكون مزدهرا في مثل هذه الأيام. واليوم حديثنا عن واقعة مؤلمة في تاريخ الأمة الإسلامية، تسببت في انقسام المسلمين إلى سنة وشيعة، ولازلنا في عصرنا هذا نجني منها الكثير من المتاعب. لم تستطع الأمة الإسلامية إلى زمننا هذا أن تتوحد ولا أن تكون قوية ولا أن تصد العدوان عنها بسبب هذا المشكل. المشكل يعود إلى 60 في الهجرة، سنة 60 في الهجرة ستقع هذه المعركة الكبرى تسمى كربلاء في العراق، تسمى كربون وبلاء. وقع صراع على السلطة، المسألة ليست دينية أساسا، هي مسألة سياسية وصراع على السلطة. بعد وفاة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يوصي لأحد بالسلطة، وإنما جعل الأمر هو تداول وتشاور بين الصحابة. فكان أول من تولى الخلافة هو سيدنا أبو بكر الصديق تقريبا لمدة 2.5 سنين، وكان حكمه زاهرا. ثم بعده تولى الخلافة سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وأطال في الحكم 12 سنة، وتقوت فيه عهده الدولة الإسلامية، ووقعت فتوحات عظيمة، وكان المسلمون كلهم على كلمة سواء. سيدنا عمر كان قوي. ثم بعده جاء سيدنا عثمان، وسيدنا عثمان كان حيي وكان ضعيف، ولهذا لم يستطع أن يدبر الأمر، فكانت المكائد حوله حتى قتل. وجاء بعده سيدنا علي بن أبي طالب،
وما أن كاد أن يستتب له الأمر حتى قام منهم من جهة عثمان يطالبون بدمه، ووقع ما يسمى بالفتنة الكبرى. الفتنة الكبرى هي لم تكن متوقعة أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيقع بينهم خلاف حول من يحكم، من يسير شؤون المسلمين. هنا بعض الصحابة الذين كانوا حديثي عهد بالإسلام، يعني من متأخرة الفتح، هؤلاء كانوا لهم رغبة قوية في السلطة، ومنهم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم أجمعين. وانتهت القضية بتولي معاوية بن أبي سفيان الحكم، رغم أنه كان من آخر من أسلم، من الأسلموا في عام الفتح، والناس رضوا به. على كل حال كان قوي وكان داهية، وفي عهده وقعت فتوحات إسلامية. لكن المفاجأة هو أنه عوض أن يجعل الأمر شورى بين المسلمين، هو تبنى موقفا غريبا فأوصى بولاية العهد لابنه، وابنه كان يسمى اليزيد. وهذا الابن كان معروف بأنه كان على غير الاستقامة، يقال بأنه كان زير نساء، وأنه كان مغرما بشرب الخمر، وما فيه صفات الخليفة الراشد الذي سوف يرفع لواء الإسلام ويدافع عن الدين ويواكب مهمة الفتوحات الإسلامية. فالناس طاروا حوله، إلا أن معاوية وجنده استعملوا القوة في إسكات صوت الحق. الناس خوفا رغبا أو رهبا صمتوا، حتى الفقهاء أبدعوا ما يسمى بأنه يجوز البيعة للمفضول مع وجود الفاضل. فكان الصحابة فضلاء كبار كعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير، ومنهم أيضا حفدة النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين. أما الحسين رضي الله عنه فقد تبنى موقفا رائدا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته كان يقول: بارك الله في ابن هذا، إن ابن هذا لسيد، عسى الله تعالى أن يصلح به بين فرقتين عظيمتين من المسلمين. هذا ما وقع. سيدنا الحسين اللي هو الحفيد ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخوه الحسن، الحسن كان مسالما وتنحى وابتعد عن الصراع السياسي وبقي في العبادة والطاعة وتبليغ الدعوة. إلا أن سيدنا الحسين رضي الله عنه كان مكون سياسيا، كان قوي الشخصية، ورأى أن هناك عبث يقع في المجتمع المسلم ولابد أن يتكلم ولابد أن يتحدث. فما كان منه إلا أن أطلق لسانه وأمر بأن الحكم ينبغي أن يكون شورى بين المسلمين، وأن المفضول لا يجوز له أن يتولى الولاية بوجود الفاضل. ووقع نقاش سياسي كبير، ثم انقلب إلى خلافات كادت أن تشتعل الحرب. أهل العراق قالوا: يا حسين، نحن معك، إذا أردت أن تخرج للثورة تعال إلينا نبايعك وتكون خليفة عندنا. فلما خرج سيدنا الحسين وخرج معه أهله ودووه من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، آنذاك معاوية قال: إنها فرصة لا تعوض. فبعث رئيس الجند من يسمى ابن الجوشن، عليه من الله ما يستحق، هذا الرجل ما في قلبه رحمة، فساق جيشا قوامه 4000 فارس، وتلقى سيدنا الحسين معه حوالي 40 من نفر يدافعون معه، فتلقوه في الطريق ودخل معه في عراك، ثم قتلهم جميعا ومثل بسيدنا الحسين عليه السلام وقتله شر قتله، حتى إنه فصل الرأس عن الجسد وجاء به إلى دار الخلافة. أحداث دامية مؤلمة، كانت الصراع حول السلطة والسياسة، إلا أنها فيما بعد ستنقلب إلى ما يسمى بالمذهبية، وسوف تلبس لباس العقيدة، تتحول من صراع سياسي إلى منهج ديني وعقدي. وهنا سوف تظهر ما يسمى بالتشجع. لم يكن هناك شيء اسمه الشيعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن هناك شيء اسمه الشيعة. هؤلاء قالوا: لابد أننا ننتقم لسيدنا الحسين. فبدأوا أولا بالبكاء، وضعوا ما يسمى باللطميات. اللطميات
أن الناس يلطمون خدودهم ويبكون، ثم تحولت بالتطمير وهو أنهم يضربون ظهورهم بالسلاسل وبالحديد حتى يسيل دمهم كما سال دم سيدنا الحسين. وبدأت فكرة التشيع تتبلور وتتكون حتى صارت مذهبا قائما بذاته بمقابل مذهب أهل السنة والجماعة. ما معنى أهل السنة؟ أهل السنة يعني ينتصرون لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجماعة جماعة المسلمين. الشيعة كانوا نخبة قليلة، إلا أن أحداث تاريخية كثيرة مرت في التاريخ جعلت هذا المذهب يتطور، وكل مرة وضع له قواعد ووضع له مداخل وصار له فقه الخاص وعقيدة خاصة. وبعد ذلك ازدهر في فترات، في عهد الفاطميين انتشر في مصر، وبعد ذلك في عهد الصفويون، ثم انتشر في عصرنا هذا في إيران مع زمن الآيات، آيات الله مثل آيات الله الخميني وغيرهم، فصار مذهبا قويا لكن عنده منحى سياسي. وعوض أن يكون عدوهم هو الآخر الذي هو خصوم الدين وخصوم الإسلام، صار عدوهم رقم واحد هم أهل السنة والجماعة. للأسف وجدنا صراعات كبيرة بين المسلمين بسبب هذا الخلاف المذهبي، والذي لم يكن على أساس ديني أصلا بل على أساس الصراع على السلطة، إلا أنه سوف يكبر ويحتدم من خلال الأطراف الخارجية. مثلا نذكر في القرن 19 الاستعمار البريطاني سيلعب دورا كبيرا. قبله كان العقلاء من العلماء سواء في الأزهر الشريف أو في عدة دول إسلامية كانوا يعقدون جلسات للحوار وتصحيح المفاهيم، وذكروا بأن معظم هذه الأفكار هي ردود أفعال غير نابعة لا من القرآن العظيم ولا من صحيح السنة النبوية، وقاموا بحوارات وكادوا أن يصلوا إلى آراء متفق عليها وينسوا هذه الخلافات، وتصير الأمة الإسلامية كما كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمة واحدة. الدين عند الله الإسلام، لا فرق بين السني والشيعي، بل لا أصل لهذه التسمية، فالمسلم عنده اسم واحد هو أنه مسلم. إن الدين عند الله الإسلام. كاد العلماء والفضلاء أن يتفقوا، إلا أن الاستعمار البريطاني دخل على الخط وبدأ يقيم دوائر للمعارف ويأتي بأصحاب الخلافات ويمولهم ويغدق عليهم الأموال ويعطيهم الامتيازات ليثيروا النزاعات والخلافات. فهذا الذي كان، صارت الخلافات من جديد بين أهل السنة وأهل الشيعة إلى زمننا هذا. للأسف الشديد تاريخ فيه الكثير من الانزلاقات والمغالطات، والدين منها بريء، لأن الدين عندنا يبدأ لما نزل قول الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق. قبل هذه المرحلة كانت تسمى جاهلية كبرى، وانتهى الدين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا أول الدين وهذا خاتمته. ما قبله كان جاهلية جهلة، ما بعده تسمى فتنة سياسية كبرى لا شأن لنا بها. فنحن المسلمين مكلفين بالدين، ما قبله جاهلية جهلة لا علاقة لنا بها، ما بعده كانت فتنة كبرى صراع على السياسة والسلطة لا شأن لنا بها. نحن نأخذ الدين فقط كما جاء في كتاب الله تعالى وسنة نبيه المصطفى، ثم ننزله على عصرنا وننظر في احتياجاتنا وتحدياتنا العصرية الزمنية. نحن في أمس الحاجة أن نوحد الصفوف، نحن في أمس الحاجة أن نوحد الكلمة، لأن كلمة التوحيد تعني توحيد الكلمة، ونحن في أمس الحاجة أن الأمة الإسلامية تتعاون فيما بينها، عندها طاقات بشرية، عندها ثروات طبيعية معدنية، عندها امتداد جغرافي، عندها تاريخ مشرف، وعندها الكثير من الخيرات. إلا أن أعداء الدين يركزون على النقائص وعلى بعض المحطات المؤلمة الدموية في تاريخنا ليثيروا الفتن. فالفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. وفي مثل عاشوراء في هذه المناسبة للأسف يظهر من يوقد هذه الفتن، فنحن نريد من أحبابنا الكرام أن يفقهوا هذا الأمر وأن ينتبهوا إليه. فالدين واضح
لما توفي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك. فنسأل الله تعالى في هذه المناسبة العاشرة عقلاء الأمة من العلماء والفقهاء والمحدثين وأصحاب الرأي وأصحاب الإصلاح أنهم يتجهون نحو البناء للهدم، ويتجهون نحو الجمع للتفرقة، وأنهم يركزون على الصفحات المشرقة من تاريخنا المجيد، لا يبحثوا عن بعض المحطات المؤلمة التي وقع فيها الصراع وسفك الدماء ويلون بها تاريخنا المجيد. أسأل الله تعالى أن يحبب إلينا الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يعيد أمتنا الإسلامية إلى سالف مجدها وإلى سابق عزها. فقد قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وإذا وقع خلاف بين المسلمين فالدعاء الذي علمنا ربنا أن نقوله: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع ويبارك في الجميع ببركة النبي الشفيع، آمين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عدنا إليكم مستمعي الأفاضل، يسعدنا أن نفتح خطوطنا الهاتفية للتواصل معكم. أرقامنا كالعادة 05-22-88-00-60 أو 61 أو 62، أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52. مرحبا بكل المكالمات، نبدأها من بنقرير. معنا أخونا سي عبد الإله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حياك الله عمي الحاج. حياك الله سي عبد الإله. عواشر مباركة. الله يحفظكم ورعاكم ويبارك فيكم. ادخل علينا وعليكم وبالمسلمين كافة أجمعين بالصحة وبالهنا إن شاء الله. اللهم آمين أخويا. وعلى جلالة الملك بالصحة والعافية، والله يرحم الأم دياله. يا ربي يا كريم. الله يتغمدها بواسع رحمته، ولا الأب دياله الله يتغمدهم بواسع، الله يجعلهم من القبور إلى القصور. آمين يا رب. الله يحفظهم جميعا يا ربي يا كريم. وحبذا عمي طيب درت هذا الموضوع هذا اليوم. نعم. الحمد لله ذكرتنا به وكذكرنا بأيام الله. والحمد لله هذا نعم علينا الله بهذه الإذاعة المحبوبة، بعد الفضل بعد الله سبحانه وتعالى وسخرك لنا لتورينا أحكام الدين، والحمد لله تعتستفدنا منك الشيء الكثير. والحمد لله الحمد لله. ودي عمي الطيب كنهضر معك دابا وربي اللي يعلم بيا، كاين واحد نعيش واحد الظروف الله اللي يعلم بيا، بغيت نتكلم معك ودي عمي الطيب. يا خويا إن شاء الله بعد الخاص الشيء اللي كنت قلت لك عمي الطيب في الكواليس كله صدق. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. خويا الله يفرج عليك. والقلب جروح عمي انت اللي كتحس بيا وانت. لا اله الا الله، الله يحفظك اخويا. الله يحفظك. شي حاجه ما نقدرش نقولها في اذا. واخا مولاي، واخا خويا، واخا فهمت شويه، فهمت شويه، لان توقعت. قال لك استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فان كل ذي نعمه محسود. صحيح عمي. لا اله الا الله، الله يفرج عليك. الحمد لله. يلا بغيتي تفرح وتفرح وليداتك، ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله، ربي يفرجك ويعوض عليك، ربي يعوضك إن شاء الله خيرا. إخوة المكفوفين كلهم يدعم، أنا كنعيش واحد ظروف صعيبة كنعيش منها وخير كنضحك، ربي اللي عالم بيا. المهم تحدث معك عمي في المسجد. واخا مولاي، واخا خويا بإذن الله. وكثير الله تاول ديال الخير، والوليد مسكين تا هو راه واحد الظروف كيعيش مع دابا شوية سخونية وهذا الشيء. يوسف الوليد مسكين المريض هو كيعيش واحد الظروف. والحمد لله على كل حال. الله يفرج عليك مولاي. كنجلس وكنتأمل وكنحطهم قدامي وكنقول ربها هذه سيد سيد دوز كما داز هذا المحل الاولين دوز حتى هذه سيد ان شاء الله. لا اله الا الله. بعد الوفاه ديال الزوجه وفقدان البصر والوليد اللي عنده نصبر وكنصبر راسي. لا اله الا الله. والوليد كيقول لي انا بابا انا معاك، انا هو الكل ديالك، ما تبكيش يا بابا ما تبكيش. لا اله الا الله. كنصبر نفسي بزاف والله. دابا نعاود لك عمي طيب. واخا مولاي دابا نتصل بك ورا الاذاعه باذن الله، الله يفرج عليك السي عبد الله. وواحد نوجه واحد التحيه لاخويا جواد من البعزاوي الله يرحم ليه الوالدين على هذه القناه، وعرفنا وعرفنا على ناس والحمد لله الله يسهل عليه. واخا مسكين واخا وليدي خد بهم، واخا وضعيه مسكين كيساعد
واللي بغى يتعرف على هذا عبد ربي يدخل القناة شجرة أمل للمكفوفين ويدير معاناة عبد الإلهام بن قرين ويشوف الظروف. نعم عم تهضر مع الحاج تعال. الله يفرج عليك أخويا عبد الإله، الله يفرج عليك. لا حول ولا قوة إلا بالله. أخونا عبد الإله واحد الشاب اللي هو متدين وكيخاف الله تعالى، وتعرض للبلاء الشديد، فقد بصره ثم تزوج وأنجبت له الزوجة واحد الوليد عنده إعاقة، وبعد مدة توفيت الزوجة وعانات. مرة كيفرح ربي كيفتح لي أبواب الفراج وكيجيب لي الله رزيق، ومرة أخرى عاوتاني كيجي البلاء. وهذه هي الدنيا، الدنيا هي هكذا، الدنيا هي يوم لك ويوم عليك. ربي عز وجل خلق هكذا، يعني ما تفرح على طول حتى لا نتعلق بها. المؤمن هو عنده واحد الخاصية، كتلقى ربي عز وجل دوما يتفكره بالابتلاءات. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالمؤمن هو دائما متوقع أن غتجي ابتلاءات، والابتلاء لا يعطي الله لأي إمكان. إذا أحب الله عبدا نال منه، هذا قول الصادق المصدوق. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إذا أحب الله عبدا نال منه ليباهي به الملائكة في السماء. فالمؤمن هو دائما هكذا، إذا أعطاه الله تعالى خيرا شكر، وإذا أصابه الله ببلاء صبر، وإذا وقع في خطيئة استغفر. نسأل الله تعالى أن يفرج على الجميع ويبارك في الجميع، إنه سميع قريب مجيب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عدنا إليكم مستمعي الأفاضل لنواصل هذا اللقاء المباشر ونستقبل المزيد من المكالمات. اللحظة معنا أخونا علي من إقليم بن قرير. السلام عليكم أستاذ الحاج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا أستاذ الحاج بخير؟ لبس أخويا بارك الله فيكم. الله ينورك أستاذ الحاج، بارك الله فيك أستاذ الحاج، حفظك الله ورعاك. نتفرج في هذا البرنامج ديالك صراحة، برنامج رائع، بارك الله عليك، حفظك الله ورعاك. حج مبرور وسعي مشكور إن شاء الله. يا ربي يا ربي، الله يسقكم جميعا زيارة. الله يتقبل أستاذ الحاج. يا رحمن يا رحيم. بارك الله وتعالي مع الوالد والوالدة، تا مرة بيمشيوا هذاك البقاع كاين اليوم هذه القرعة. أي القرعة؟ الله يجزيك. راه دازت القرعة، دازت القرعة تقريبا في معظم الأقاليم. أيه باقي احنا عندنا هنا حتى الخميس. اه بن قرير مازال هذه الأيام كدوز هنا في الدار البيضاء، دازت في جميع العملات والأقاليم، وباقي مازال كتجمع، لأن باش هذا الأسبوع غتكون انتهت إن شاء الله ويتم تحديد اللائحة ديال الحجاج اللي غادي يكونوا السنة المقبلة بإذن الله. يا ربي يا ربي إن شاء الله، الله يفرح جميع المسلمين. اللهم آمين، اللهم آمين. حفظك الله سيدي علي، بارك الله فيك. وكنقدم لك التحية والأخ اللي كيستقبل المكالمة في ثاني، الله يخليه لينا، بارك الله فيك. شكرا لك أبولي. أستاذ الحاج بغيت نقدم تحية للسي جواد صراحة، أيه شجرة أمل المكفوفين، واقف مع المكفوفين وكيساعد مع الناس ذوي احتياجات خاصة، الله يجزيه بخير، الله يتقبل منه يا رب، الله يفرحه لو هو ولا الأخ فؤاد ولا هشام، بارك الله كيحفظوا الدراري القرآن وكيوقفوا معنا، الله يجزيهم بخير فعلا. وبهذه الفرصة بغيت نعزي صاحب الجلالة الله ينصره محمد السادس يا رب، وفاة الأم ديالو الله يرحمها، الله يرحمها يا رب، الله يسكن تفتيح الجنات إن شاء الله يا رب يا كريم، والله يخلي لك وليداتك أستاذ الحاج. آمين يا رب. الله يفرحك كما كتفرح الإخوان المكفوفين صراحة، دوزنا في هذه القناة المحبوبة شجرة أمل، القناة ديال ميد راديو، وكنبغي نشكركم جزيل الشكر. وكنطلب من الإخوان المغاربة يدعوا معايا ومع الوالد والوالدة، الله يجزيهم بخير. اللهم امين. شكرا لك يا سيدي علي، الله يحفظ لك الوالده والوليد، اللهم تعالى يطول لهم العمر ويزكي لهم الاعمال ويكتب لهم زياره الى البقاع المقدسه في القريب العاجل، امين يا رب. كما ذكرنا اخونا علي، فالمملكه المغربيه الشريفه هذه الايام هي عن طريق وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه هي تقيم القرعه لموسم الحج السنه المقبله باذن الله تعالى 1446 للهجره. وتمت القرعة في
في العديد من الأقاليم والعديد من المدن وأوشكت أن تنتهي. وطبعا الناس ليس كلهم ينجحون في القرعة، يكون العدد كبير جدا والعدد المسموح به محدود. وهذا الأمر ربما من باب التوضيح هو مرده إلى السلطات السعودية، هي كتستعمل ما يسمى بنظام الكوتا، يعني النسبة المحددة لكل دولة من دول العالم الإسلامي، كل مليون كيمشي منه ألف. احنا عندنا 52 دولة إسلامية، الدول الإسلامية 52 دولة، عدد المسلمين في العالم ما يزيد عن 1,700,000,000. فهي كدير واحد المعادلة، هي أن كل دولة كتاخذ منها 1,000,000,000. مثلا احنا المغاربة عندنا تقريبا 36,000,000، فكيمشيو تقريبا 36,000. النسبة الكبرى كتمشي في التنظيم الرسمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وتقريبا حوالي 10% 12% كتمشي في تنظيم الوكالات السياحية. أما الدول اللي عندها أعداد كبيرة بحال مصر مثلا عندها أكثر من 100,000,000، بحال باكستان أكثر من 150,000,000، بحال بنغلاديش إندونيسيا هذو كلهم فيتين 150,000,000، يعني كيكون العدد كبير وكبير جدا. ثم المسلمين اللي هما من غير الوطن العربي والعالم الإسلامي كيكونوا في أوروبا وأمريكا وفي روسيا وفي الصين، تمثيلية ديال العالم كله، ونسبة كبيرة من إفريقيا، إفريقيا السوداء كثيرة وكثيرة جدا. كما كانت السنة كان سمحوا للمزيد من هؤلاء البقاع، والحمد لله ربي كيكرم الجميع. كان بغي نقول الناس اللي داروا القرعة للمرة الثانية والثالثة والرابعة والعاشرة وما كينجحوش، يعني لا داعي للقلق ولا داعي للحزن، لأن اللي دار القرعة فهو كتب عند الله تعالى قد حج واعتمر. مجرد أنه يتسجل في القرعة وأنه صادق في نيته أنه بغى يمشي للديار المقدسة واستعمل جميع الإجراءات ولكن منع، حج قبل أن تمنعوا، ما طلعش في القرعة، هذا مكتوب إن شاء الله بأنه حج واعتمر. لأن القاعدة الشرعية عندنا في ديننا هي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالإنسان إذا عقد النية وصححها وبغى يمشي فعلا للديار المقدسة وتسجل في اللائحة ودار الإجراءات ولكن ما طلع في القرعة، راه يكتب عند الله تعالى قد حج واعتمر حتى يأتي الأجل. من اللي غيجي الأجل؟ لأن الحج هو عبارة عن نداء من السماء، نداء لما ينادي المنادي الله تعالى يفتح لك الأبواب وربنا يعبد لك الطريق وربنا يأخذك إليه، فهو نداء. غير من باب المعرفة كيف يقول العارفون بالله أن اللي بغى يمشي للبقاع المقدسة هناك ما يسمى بقوة الجذب. قوة الجذب أن مكة المكرمة والمدينة المنورة هم أطهر بقاع الدنيا، الله تعالى دار فيهم قوة الجذب. قوة الجذب في مكة تتمثل بأن الإنسان يكثر من قوله لا إله إلا الله ويتحقق بحقيقة لا إله إلا الله، لأن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان يقول: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، كان يقولها في طوافه وفي سعيه وفي وقوفه بعرفة. فإذا قلت دوما لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كتقولها وتعودها وتعمر بها قلبك والكيان ديالك، كيصير عندك قوة الجذب نحو مكة المكرمة، كتلقى بأنك غادي المكة المكرمة. أما المدينة المنورة فقوة الجذب فيها متمثلة في الصلاة على النبي المختار. فسيدنا النبي هو في الروضة الشريفة تحت القبة الخضراء، كل من صلى وسلم عليه تبلغه سلامنا وصلاتنا بأسمائنا وأسماء أمهاتنا. فإذا ما أكثرت من الصلاة والتسليم على مقام رسول الله كاين قوة الجذب تجذبك إلى المدينة المنورة، وغتلقى بنفسك أنك غادي للبقاع المقدسة وكل الطريق مفروشة بالورود والأزهار، وغتسمى فعلا أنك ضيف من ضيوف الرحمن. الإنسان إذا كان عنده بعض الموانع يحيدها، بحال مثلا عنده ضعف الاعتقاد في الله أو عدم التوكل الكامل على الله، خصو صح العقيدة. العقيدة باش تكون صحيحة يكون عندك الإخلاص لله وحسن التوكل عليه.
الا كان الانسان مثلا لا قدر الله تعالى قاطع للرحم، هذا مانع. كاين اللي كيبغي يمشي للديار المقدسه هو قاطع للرحم وعنده حزازات وعنده كذا، هنا كيكون مانع. خاص الانسان يتطهر من قطيعه الرحم ودائما يقول ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. باش الغل اللي في القلوب ديالنا يحيد يكون صافي القلب، انا ذاك الاستقبال قوه الجذب كتاثر كثير. ثم الانسان كيكون سموح وكيكون مد يده للخير، دائما الانسان كيقول انا عندي روح المبادره، انا غنمد يدي للخير واخا عندي او ما عنديش، انا كندير الجهد ديالي ولا يرد احد ولا يصد احد. انا ذاك تلقى بان الابواب مفتوحه وان شاء الله يكتب للجميع زياره الى البقاع المقدسه ببركه النبي الشفيع. اسال الله تعالى ان يتقبل من الجميع ويجعل الحج مبروره والسعي مشكوره والذنب مغفوره والتجاره لن تبور، اللهم امين يا رب العالمين. معنا سيدي محمد. السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. وكي داير اخويا الحاج طيب كريبان؟ الله يحفظك مولاي، الله يعلي الدرجات ديالك. يا ربي يعني انا وانت وجميع اللي كيتصنتوا البرنامج ديالك طيب مع الحاج طيب كريبان، الله يحفظكم الله يعطيكم الخير. كنشكرك وكنشكر الشعب الانيق الابتسامي وكنشكر كاع المستمعين الاوفياء اللي كيتبعوا الحاج طيب كريبان في خارج في داخل المغرب او خارجه. واش عقلتي على هذا طيب كريبان ولا لا؟ شويه سيدي محمد، انا الناس ديال اكاديك نعرفهم محبين طيبين، انا كنحاول نسترجع الذاكره. كاين هذا هو اللي هضر معاك من حي الفرح شحال هذه، قلت لي صاحب الروح الخفيفه. اي عقلت عليك، اي فعلا الشاب الوسيم صاحب الروح الخفيفه، عقلت عليك سيدي محمد دابا، عقلت عليك سبحان الله العظيم. اي الله يرحم ليك الوالدين في هذا النهار، وكنتمنى ان شاء الله من الله عز وجل كاع اللي بغى يمشي الحج الله يسر له الامور، الله يسخر له الامور، اللهم يسر ولا يعسر. وانا دابا الحج طيب كريم، انا كان دابا كاين حدا المسجد ديالنا في حي الفرح بن سرقه، واحد المسجد سميتو اسعد بن زراره بحي الفرح جوج بمدينة أكادير. أييه. هذا في طور البناء الحاج طيب كريبان، في طور البناء يعني إذا كاين شي محسن إن شاء الله بإذن الله راه يعني يعني خاصو شحال من شحال من حوايج يعني راه هو في طور البناء يعني كيتبنى يعني خاصو إن شاء الله خاصو مواد البناء وخاصو شحال من حاجة يعني خاصو باقي ماشي كما إن شاء الله دابا كيبنيو فيه المحسنين وباقي يعني خاص باقي المحسنين إن شاء الله يكملوه إن شاء الله إذا كاين شي محسنين يتعاونوا مع هذا الجمع هذا مع بيت الله إن شاء الله بإذن الله. وانا راه بخير الحمد لله عمي طيب كريم، انا راه ان شاء الله فريت ان شاء الله من ذاك المرض اللي كان فيا. الله يشفيك، الله يشفيك ويعافيك. كنحمد الله وكنشكر الحمد لله راه فريت الحمد لله بخير وعلى خير. يعني دابا الحاج طيب كريم راه يعني سمعت البرنامج ديال امس دويتي على عيشوره ياك؟ نعم سيدي اياه. صوم عيشوره يعني قلت لي التاسع والعاشر ان شاء الله غادي نصوموا، وكنتمنى ان شاء الله خويا طيب قريبا يعني الا كاين شي واحد بغيت نتزوج، ولكن الحمد لله يعني خاصني غير باش يعني المصاريف ديال يعني ديال العرس وان شاء الله هادشي اللي خاصني ان شاء الله، ويعني الزوجه رقيده ولكن خاصني ان شاء الله المصاريف ديال العرس وشي حوايج يعني في الدار بحال يعني شي مسايد. الا كاين شي محسن اخويا طيب قريب يعني تعاون معايا الله يجزيك بخير، وان شاء الله حتى لبيت الله ان شاء الله ما ينسوش المحسنين ان شاء الله يتعاونوا معاه، راه باقي طور البناء يعني خاصو شحال من حاجه هذا بيت الله عز وجل راه خاصو ان شاء الله يكمل باش يصلي فيه الناس، حيت كنصليوها في واحد القاعه صغيره وديك القاعه يعني فيها فوق الباش يعني دابا في الصيف كتسخن يعني يعني داك الباش كيسخن ديك القاعه ديال الصلاه يعني، وكنتمنى ان شاء الله هذا بيت الله عز وجل يتعاونوا مع المحسنين كما ان شاء الله، راه خاصو البيبان خاصو السراج خاصو يعني خاصو شحال من حاجه، راه دابا كاين حدا امام كاين امام المسجد دابا اخويا طيب كريبان يعني خاصو البيبان يعني ديال العود يعني خاصو شحال من حاجه اخويا طيب كريبان. ان شاء الله كنتمنى ان شاء الله يسخرني للمحسنين، كنتمنى من الله عز وجل يسخرني للمحسنين اللي يتعاونوا مع هذا الجامع ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله والله يعطيك ما تمني دا اخويا طيب كريبان، بارك الله فيك. ديما كنستمعوا لك وكنفرحوا فاش كتكون الاذاعه، والله الا كنفرحوا وكان يعني وكنرتاحوا نفسيا يعني باش كنسمعوا لك راه كنرتاحوا نفسيا، وجيت للدار البيضاء مؤخرا في واحد العطله صغيره باش نشوف ولكن ما مكتبش يعني
وقعوا لي شي مشاكل تما في الدار بلا، ولكن ان شاء الله الله يطول لي عمري تنتلاقى معاك، تنتلاقى معاك ان شاء الله خويا طيب كريم، حيت كنحبوك في الله وعزيز علينا وكت يعني كتنور هذه الاذاعه ديال لابيد راديو، وكتنور كاع يعني المؤمنين، وكنتمنى ان شاء الله واحد الدعاء يعني الاموات، كاين شي ناس ماتوا ديما حدانا وكاين واحد اخر ديالنا واحد المؤمن بات اليوم يعني صلينا عليه صلاه الجنازه في الجمعه اليوم، كنتمنى ان شاء الله ترحم على المؤمنين والمؤمنات اخويا طيب قريبان، ونتمنى لك ان شاء الله التوفيق والسداد ان شاء الله ان شاء الله. بارك الله فيك، بارك الله فيك مولاي، جزاك الله الف خير. كنتمنى النداء ديالك يوصل. أخونا الفاضل يشير إلى هذا المسجد بإقليم أكادير، مدينة أكادير، المدينة العظيمة، المدينة اللي هي قفة وسلة غداء للمغرب، الخيرات اللي فيها كثيرة. مدينة أكادير حي الفراح، مسجد سعد بن زرارة الصحابي الجليل اللي محتاج إلى المزيد من البناء والترميم، وإن شاء الله يكونوا أهل الإحسان يهبون إليه. حي الفراح معروف في أكادير، وهنالك غادي يلقاو المسجد في طور البناء سعد بن زرارة. اسال الله تعالى يلقى الاذان صغيه. كذلك احنا في فصل الصيف، ربما هو موسم الزواج وموسم القران، وكما سمعنا الشاب بغى يتزوج على سنه الله ورسوله، لكن يبدو انه يجد صعوبه في انه يوفق في هذا الزفاف الميمون. هنا كنقولوا ايضا جميل أنها تقوم بعض الجمعيات في المجتمع المدني بالتعاون مع أهل الإحسان وأهل الفضل والكرم والعطاء، وننظم ما يسمى بالزواج الجماعي. كاين واحد العدد كبير ديال الشباب والشابات اللي هما عازبين وعازبات، كاين اللي هو متخوف من المدونة ونتائجها، كاين اللي هو ما عنده علاقة بالمدونة وإنما هو فقير جيبه فارغ بغى يعمر باش يقدر ينفق على العائله والاحباب. فما جميل اننا نفكروا في ايجاد بعض الجمعيات اللي تقدم التسهيلات للشباب من اجل الزواج، يعني كيتوسطوا مع الناس الساده العدول اللي كيكتب لهم العقد ديال الزواج وتبسيط المساطير باثمنه رمزيه، ثم مع ممولي الحفلات باش كيديروا واحد الحفل يكون جماعي ويكون فيه اطعام وفيه فرحه وسرور ايضا بتكلفه رمزيه. ثم بعد ذلك هؤلاء الشباب كيتلقوا واحد التكوين للزواج، واحد التكوين ثقافي وعلمي وشرعي ونفسي في العلاقه الزوجيه باش يكونوا سعداء ويتفادوا الخلافات ويتفادوا الصراعات. ثم بعد ذلك دفعه الى الامام باش كل واحد يكون عنده بيت وعش زوجيه ويقدر باش ينفق عليه وباش يعيش حياه رغيده. هذا امر نبيل، مشروع نبيل. كنتمنى بعض الجمعيات انها تخلق المبادره وتنسق مع اهل الاحسان وتدير الاعلان وتجمع الناس ويقوموا بهذا الامر، هذا غنكونوا سعداء جدا. فكاين واحد العدد كبير من ابناء الامه من شبابنا وشاباتنا بغاو يكملوا دينهم، بغاو يحصلوا نفوسهم، ولكن كيلقاو صعوبات، كيلقاو حيره. ان شاء الله هذا الصيف نحاولوا نديروا هذه المبادرات ونتعاونوا عليها جميعا، وربي يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. شكرا لك وبارك الله فيك مولاي. فاضل رجل عنده الحكمة، الحاج عزيزي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته بالرجل الفاضل. بارك الله فيك الشيخ الكريم، حياك الله. مرحبا وأهلا. الله العظيم إلا توحشناك ودا الحاج وجزاك الله خير في الدنيا والآخرة، كنستافدوا منك. العفو. والله ربي يقوي من مثالك ويسر امرك ويرحم لك الوالدين ويخليك الوالدين ويصلحهم لك. اللهم امين مولاي، بارك الله فيك. راه تابعينك ملي كنت اللي انت كاين في مكه وعرفه ومنان، تبارك الله وما شاء الله ما شاء الله هذاك الشيء كيفرحنا بزاف. الحمد لله. بارك الله فيك. الرجال الاخرين الممثل ديال المسلمين كلهم تما، الله يجزيك بخير، الله يكثر خيرك. جزاك الله الف خير، الله يتقبل من الجميع. بارك الله فيك الحاج، الله يجزيك بخير، اني احبكم في الله. أحبك الله وحفظك الله ورعاك الله مولاي. بارك الله فيك. الله يرضيك على الحاج، الله يجزيك. عندي بعض الأسئلة. هي مرحبا. السؤال الأول، بغيتك تدعي لي مع والدي الله يرحمهم ويوسع عليهم ومع الأولاد تاهما، الله يجعل ربي يهديهم ويهدي ولاد المسلمين أجمعين، واحد السيدة ديالي يا رب يا كريم الله يرضي عليها، الله يجزيها بخير أمام المال، الله يسهل عليها ويسر أمرها يا رحمن يا رحيم، اللهم آمين. وبغيتك الله يرضي عليك ترحم لنا على شي ناس من واحد ديال التاليين تشوفوا في واحد حادثه تسير في الترانزيت.
واحد ترانزيت ما تو فيه شي واحد العدد ديال العدد ديال الناس اللي ساكن شي تساعد الناس تقريبا الزياده. لا اله الا الله. الله يرضى عليك بغيناك ترحم عليهم. لا اله الا الله. يجمعين وبغينا واحد الميزان اخر الله يزيد يخلي المسؤولين لهذه المنطقه ديال تاليوين راه منشيه بالنسبه لحيت السبب ديال هاد المتعادين هو الطريق طرقان ما كاينينش الصالحين. لا اله الا الله. وهاد البلاصه هادي مهموله شويه وبغينا الله يزيد بخير تهضر على هذا الموضوع هذا الله يكثر خيرك ويسهل امرك. والسؤال الثاني وهو الله يرضى عليك هذاك اللي كيجري الصلح بين الناس هذاك اللي كيجري الصلح بين الناس شنو هو الفضل ديالو عند الله عز وجل؟ نعم سيدي. وهذا هو السؤال الثالث الله يربحك هاد الناس بعض الناس اللي كيبيعوا ويشريوا وكيبيعوا الغلا للناس الاغلبيه لهاد بعض الحاجه بعض الحوايج ما كيوصلوش هاد الشيء هذا في المارشيات ولكن ملي كتكون في الناس كيغلوا على 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 لا اله الا الله خصهم الناس يتقوا الله في هاد الباب هذا الله يطف يا ربي يا كريم ان شاء الله صحة وبغينا منك واحد الدعاء للوالدين الله يرحمهم والجميع المسلمين اجمعين والله يسهل عليك والله يسهل امرك والله العظيم راه كنفتخروا بك بارك الله فيك الله عز وجل يكونوا الاف منك استغفر الله باش الناس يستفدوا شكرا لك استاذي الكريم وبارك الله فيك والسلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شكرا عزيزي اللي دائما كيتواصل معنا ودائما كيعطينا افكار نيره فكنتمنى هذا النداء اللي قلتيه الان يوصل للمسؤولين خصوصا الناس اللي هما في القطاع ديال النقل وديال التجهيز الطريق ديال تيليوين اللي هي محتاجه الى الاصلاح وكيف قال السي عزيزي بانها كتسبب في بعض الحوادث السير ومنها هذه الحادثه التي تسببت في مقتل بعض الناس فلا حول ولا قوه الا بالله كنتمنوا ان شاء الله تعالى من المسؤولين في هذا البلد الامين انهم يعطوا واحد الاهتمام لهذا المنطقه ديال تيليوين من حيث الطرقات وماشي غير هي واحد العدد ديال الاماكن في بلادنا خصوصا الطرق اللي هي وطنيه او هامشيه يعني كتلقى فيها خاصه اصلاحات الحمد لله الطريق السيار في بلادنا رائد وصلنا في بلادنا المغرب اننا نضاهي الدول الكبرى في الطريق السيار وصلنا الحمد لله الى مفخره عظيمه كل من ياتي من المغرب من الاجانب يفاجأ كيف وصل هذا البلد برغم الظروف الصعبه انه يدير واحد طرقات فخمه وواسعه وشاسعه ومريحه للغايه الا ان بعض الطرق الوطنيه وبعض الطرق الاخرى الهامشيه كتعاني من نقصان ومن هشاشه وكتسبب في حوادث السير فنطلبوا ان شاء الله تعالى تكون اذان صاغيه للمسؤولين يعني كان السي عزيزي كيشير الى المنطقه الطريق ديال تيليوين والله يرحم هؤلاء الموتى هما يسمون شهداء من مات في حوادث السير يسمى شهيد من سقط من عالٍ يسمى شهيد والغريق يسمى شهيد والمحروق يسمى شهيد والمطعون يسمى شهيد والمرأة عند الوضع تسمى شهيدة وعموما صاحب موت الفجأة يسمى الشهيد لأنه كيكون غير متوقع كتجي فجأة إن تأتيكم إلا بغتة الله يرحمنا ويرحم جميع أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين أخي عزيزي أشرت إلى الفضل الذي يقوم بالإصلاح بين الناس هذه نعمة من أكبر النعم هي دور الأنبياء ودور المرسلين ودور الأولياء المقربين ودور أهل الإصلاح إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي بالله هذا من كلام نبي الله شعيب كان كيقول إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت لك يصلح بين الناس عنده واحد الأجر وثواب كبير ربنا عز وجل قال في كتاب العزيز لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو إحسان أو معروف أو إصلاح بين الناس أو إصلاح بين الناس يعني أعظم القربات إلى الله تعالى هو اللي كيسعى في الإصلاح بين الناس وحنا عارفين بأن المجتمع ديالنا مليء بالخلافات والنزاعات لما يقع الاحتكاك بين الناس كيوقع الخلاف ملي كيكون الإنسان بعيد راه كيكون مرتاح غير كيدخل في العلاقة مع الآخرين كيوقع النزاع طبيعة بشرية كيدخل السوق كيبيع ويشري كيوقع الخلاف العلاقة الزوجية كتطول فيها واحد شوية كيوقع الخلاف دخل حزب سياسي دخل نقابة عمالية واحد الفترة كيوقع الخلاف والانشقاق أمر طبيعي الحياة هي هكذا خلقها الله تعالى لكن
لما ينتصب بعض الناس أنهم كيسعوا إلى إطفاء الحريق وكيسعوا إلى إصلاح ذات البين وكيسعوا إلى أنهم يقنعون الآخرين بأن ليس كل ما نتمناه ندركه، الحياة هي هكذا تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، فالحياة هي مبنية على النقصان، وعليك أن ترضى بالآخر وأن تحرص على أن تتقدم خطوة إلى الأمام، وتحرص على أنك تتنازل أحيانا على بعض الامتيازات للإبقاء على البيضة سليمة. فاللي يسعى في الإصلاح هذا عنده أجر وثواب كبير، ويلتحق بموكب الأنبياء والمرسلين والأولياء المقربين. أخونا عزيزي أيضا أشار إلى مسألة الغلاء في الأسعار. احنا دائما كنلقاو بين الفينة والأخرى الأسعار ديالنا كتكون عادية ثم كنسمعوها تلتهب كتعود غالية، والأسباب هي كثيرة يعرفها الجميع. كاين الوسطاء كيلعبوا واحد الدور كبير ديال الاحتكار حتى تغلى السلعة ثم يبيعونها. كاين أيضا عوامل كثيرة يعرفها الجميع، إلا أن إذا كانت عوامل هي موضوعية فهذاك هو لغة السوق. إذا كان هالجفاف هالتداعيات الحروب هغلاء المواد الأولية كنقولوا احنا راضينا بالوضع ملي كيكون الأمور موضوعية، لكن لما تكون الأشياء هي مفتعلة كتكون أيادي خفية عندها قلوب جشعة تريد أن تحصل على المال بأي طريقة تعتمد على الاحتكار، ثم لما تقل السلعة في السوق تخرجها للبيع وترفع أسعارها، هذا للأسف من أبشع أنواع المال السحت، لأن هذا في احتكار وهو مذموم، وفيه استغلال لظروف الناس الضعفاء وهو مذموم، وهو ماحق للبركة. وخل الإنسان غيجمع مع المال وغيبيع بالغلاء راه غادي يبقى دائما ممحوق البركة، ما عمره ما غادي ينتفع به، غيلقى دائما ممنوع من المال. هو المال عندك في سميتك والرصيد البنكي راه في سميتك، ولكن ممنوع منه، ما غتستافد منه ما غتنتفع منه حتى غيتوفى الإنسان وينتقل إلى الورثة، ويعلم الله كذلك الورثة واش غيتعاملوا معاه بالنية والصدق ولا تما غيقوموا ببعثرته. فالإنسان ينتبه، الحياة الدنيا هي ليست عبارة عن أن الإنسان حر يفعل ما يشاء، عليه أن يستشعر الرقابة الإلهية، ولو أنه قد يتجاوز الرقابة الإنسانية، الناس تاع مراقبة الأسعار، يقدر يتجاوز كاميرات المراقبة، يتجاوز حتى رجال الأمن وحتى رجال القضاء، ولكن الرقابة الإلهية هي لا يمكن تجاوزها، لأن الله يعلم السر وأخفى، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، نعلم ما توسوس بنفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فالإنسان ينتبه ويحس على فعل الخير، كل ما فعل الخير غادي يكون مزيان. كاين فتوى كان ذكرت عند الصحابة رضي الله عنهم لما قيل لهم إن اللحم قد غلى، إن اللحم قد غلى، كان في ذاك الزمان بعض الجزارين صاروا الذبائح كيستعملوا فيها واحد المجموعة ديال المخالفات وكيغلوا اللحم، فلما طرحت المسألة على الخليفة قال لهم رخصوه، قالوا كيف نرخصه؟ قال بالاستغناء عنه، لا تشتروه. وفعلا الناس طبقوا هذا المبدأ وزهدوا في اللحم ولم يشتروه، وبقى اللحم عند الجزارين واحد المدة طويلة حتى كاد يفسد، فاضطروا إلى تخفيض السلعة. وهكذا قياسا على جميع المنتجات الاستهلاكية اللي كتكون ضرورية، يعني ليس كل شيء ضروري، كاين البدائل. ملي كتغلى واحد السلعة معينة يعني بلا ما نديروا إضراب ونديروا وقفة احتجاجية ونديروا فوضى، غنديروا طريقة سهلة أننا نمتنع عن اقتنائها، احنا غنزهدوا فيها، غنكونوا من الزاهدين، غتبقى ديك السلعة عند أصحابها بعد مدة الصلاحية غتنتهي وغتفسد، غيضطروا يبيعوها بأقل ثمن، وهنا غادي يوقع واحد النوع من التوازن داخل المجتمع. على كل حال الله يهدي الجميع، نطلبوا الله تعالى يغفر لنا أجمعين ويغفر لأمواتنا ويرحمهم رحمة واسعة ويسكنهم فاتحة الجنات. اللهم ارحم أمواتنا واصلح أحياءنا، اللهم يا رب حقق رجاءنا وبلغنا مقصودنا ووفقنا للتراحم والتناصح فيما بيننا، اللهم أمين يا أكرم الأكرمين. أيها الأحباب الكرام، إلى إقليم آخر، إلى الخميسات، معنا للا سنة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كنشكرك بزاف دكتور كريبان على هذا البرنامج والفوائد اللي كتقدم لينا، شكرا لك بزاف. وأنا من متتبعات ديال هذا البرنامج،
وأنا سناء من مدينة الخميسات ومكفوفة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. يعني الحمد لله الحمد لله، رغم أنني مكفوفة الحمد لله قريت ودابا حفظت القرآن الحمد لله، والحمد لله يعني الأمور الحمد لله تيسرات. تبارك الله تبارك الله، الحمد لله وشكر لله وبفضل الله سبحانه وتعالى. وأنا كان أنا فرحانة بزاف اللي عندي هذه الإعاقة، لأنها هي الحمد لله أنا عارفة بلي إن شاء الله عند الله كاين تعويض، وكما كتقول لينا وكلامك حق وثواب، والحمد لله بارك الله فيك. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى وكنشكركم بزاف هذا البرنامج. وأنا سنة من مدينة الخميسات مكفوفة داخل شجرة أمل المكفوفين، وكان عندي أخا أخوتي اللي معايا من شجرة هلال المكفوفين، تحية لكم كاملين. الله يبارك فيك. والحمد لله أنا كنشكركم بزاف، شكرا بزاف على هذا البرنامج كتقدم لنا وعلى هذا الكلام الطيب اللي كتخبرنا به. الحمد لله الله يتقبل منكم الله يجعله في ميزان حسناتكم يا رب. الحمد لله شكرا لله بزاف. تبارك الله تبارك الله. بنتي سناء، إلا سولتك تبارك الله عليك، كيفاش حفظتي القرآن الكريم؟ شنو هي الطريقه اللي استعملتيها حتى استطعتي وانت باقا شابه صغيره وربي وفقك للحفظ؟ الحمد لله انا اول بدايه ديالي كنقرا برايل، يعني انا كتابه برايل قدرت نقراها، ويعني المصحف ديال البرايل كل مره كنقرا ثمون مره ربع، يعني ثمون من القران او ربع على الوقت اللي يكفيني. الحمد لله بقيت يعني من 22 حتى 24 في رجب قدرت نكمل القرآن الحمد لله، يعني غير هذا العام الحمد لله. تبارك الله تبارك الله. كان عندي يعني الحمد لله، وأنا كنت كنتظر الحمد لله هذا الشيء أنه يتحقق لي، كنت كنتظر بزاف ما شاء الله، وكان أسأل الله إن شاء الله يوفق الجميع. والحمد لله الوقت ديالنا الحمد لله نملأه بذكر الله والحمد لله، وكل واحد فينا يلتجأ لله سبحانه وتعالى والحمد لله. يعني لا سنة كنلمسوا منك بنتي واحد الروح متفائلة، كنلمسوا فيك الحمد لله انت شابة صغيرة وعندك ابتلاء شديد، أن الله تعالى أخذ منك حبيبتيك عينيك، ومع كل هذا حنا كنلقاو الناس عندهم عينيهم وعندهم صحتهم وكتشكاو وقالوا مشكل صغير، كتلقى بأنك يقول لك لا فان دي موند، وانت تبارك الله عندك هذه الروح هذه، منين جبتيها؟ واش خديتها من الوالد أو الوالدة أو شي واحد أثر فيك وأثرك وعلمك وجهك؟ الحمد لله انا ملي كنكون جالسه بوحدي كنبقى نقول سبحان الله الوقت يمضي، وحنا غاديين يعني في واحد طريقنا، يعني كنا الحمد لله عند الله وسنعود اليه ان شاء الله، وكنفكر ولاد الحياه ما كتستحقش اننا نحزنوا اننا نتقلقوا اننا نبكي، ويعني خاصنا نكونوا ناشطين، نكونوا يعني الحمد لله ناخذوا الامور ببساطه، يعني ناخذوا الامور الانسان خاصه يعني يفرح ويحمد الله ويشكره. لا اله الا الله. قال ربكم لئن شكر ويتأذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم، يعني احنا خصنا نشكروا الله سبحانه وتعالى على نعمه كلها، يعني اي حاجه اعطاها لنا سيدي ربي خصنا نحمد الله عليها. ما شاء الله ما شاء الله. كل من الصابرين انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، يعني الواحد الا صبر والحمد لله، يعني لا اله الا الله هي الكلمه ديال التوحيد والصلاه على رسول الله تكون لنا يعني نورا في دنيانا ويشفع لنا يوم لقاء الله ان شاء الله يا رب. يعني الواحد خاصه ديما يكون فرحان ان الحمد لله على نعمه الاسلام وعلى نعمه القران وعلى نعمه الايمان. والانسان يعني هاد الحياه هذه حنا دابا كنبنيو بها الدار الاخره، يعني اي حاجه درناها نقولوا الحمد لله وفقنا الله ان نقوم بهذا العمل لانه لمصلحتنا. قرينا القران في يعني كل حرف في حسنه الف لام ميم، لا اقول الف الف لام ميم حرف وانما الف حرف ولام حرف وميم حرف، يعني اي واحد فينا قرا كلام الله يعني يتدبر القران، يعني الحمد لله الانسان يكون ديما الحمد لله على صلة بالله بصلاته وبقيامه وبتلاوة القرآن. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يعني نطلب الله كل لحظة الإنسان، يعني كلما تقرب إلى الله يعني يعيش حياة طيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن
فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. يعني الإنسان خاص ديما يبقى يفرح يعني يفرح الإنسان يعني الحمد لله الحمد لله. وأنا كنقول أي واحد يعني عنده في حاجة مأثرة فيه ياخدها ببساطة ويقول الحمد لله يعني الله يرفع الدرجات. يعني اللي كان مريض أسأل الله أن يشفي الجميع. يعني الله سبحانه وتعالى معنا في كل وقت وفي كل حين إن شاء الله ما شاء الله. والحمد لله وشكر لله شكرا لك سناء شكرا لك كأنك يعني الحمد لله نعبد الله كأننا نراه فإن لم نكن نراه فإنه يرانا الحمد لله. بارك الله فيك ما شاء الله عليك يا سناء ما شاء الله عليك. يعني الحمد لله دائما كنكتشفوا في هاد الشباب والشابات اللي هما مكفوفين ورغم الظروف الصعبة كنكتشفوا هناك طاقات واعدة. كنكتشفوا الحمد لله كل مرة هناك عقول نيرة. والنموذج اللي سمعنا الآن ديال سناء من الخميسات شابة في مقتبل العمر فقدت البصر ومع ذلك كتشعر بأن عندها قوة البصيرة وعندها البوصلة يعني واضحة تعرف اتجاهها. وتمكنت في وقت وجيز أنها تحفظ كلام الله تعالى وتتقنه. ثم أكثر من الحفظ وهو الاستيعاب كتشعر بأن المعاني القرآنية صارت في قلبها وفي صدرها وفي نفسها فكتكلم الحمد لله بأريحية قوية. بارك الله فيك يا سناء. احنا الحمد لله تشرفنا بأيضا صديقة جديدة للبرنامج. كنت منا نسمعوك دائما يا سناء. احنا كان نبغوا نسمعوا هذه الأصوات اللي فيها التفاؤل واللي دائما ترسم صورة جميلة للحياة واللي دائما تتخطى العقبات وعند روح المبادرة وتسعى إلى البناء والتشييد والتعمير. بارك الله فيك وأحسن الله إليك وأصلح الله شبابك. وأسأل الله تعالى أن يرفع العنت ويرفع الهم والغم على كل من هو يعاني. فدائما أحبابنا الكرام الحياة كيف قالت لنا سناء يعني ملخصة ولئن شكرتم لأزيدنكم. خلصت الحياة في هذه الكلمة الطيبة ولئن شكرتم لأزيدنكم. الإنسان كلما كان شاكرا لأنعم الله دائما نبحث عن النعم الإلهية التي حبان بها المولى عز وجل. نقلب على نعم الله. شوفوا حولنا نعمة البصر نعمة السمع نعمة القدرة على المشي نعمة القدرة على الهضم نعمة القدرة على الكلام نعمة الوالدين نعمة الأولاد نعمة الزوجة نعمة الإخوة نعمة الأخوات نعمة الأصدقاء نعمة المال نعمة العلم نعمة الحياة الطيبة. نعم كثيرة. ولما ننظر إلى النعم نربط النعمة بالمنعم. كل نعمة نربطها بالمنعم نقول شوف ربي عز وجل سخر لنا وأعطانا. فمثلا مثلا الطعام ربي قال لنا دائما تفكروا في النعمة وربطوها بالمنعم. فلينظر الإنسان إلى طعامه إن شأقنا الأرض شقا وصبب إن صببنا الماء صبا وشأقنا الأرض شقا فأنبتنا منها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. يعني الطعام قبل ما نأكل طعام إما لحوم أو خضروات أو خبز أو غير شيء أربط النعمة بالمنعم. ربي أعطانا هذه النعمة وكلما فعلت ذلك الله تعالى يعطيك القبول والمزيد من العطاء. فشكرا لك يا سناء وأسأل الله تعالى العلي القدير أن يرحمنا أجمعين رحمة واسعة. اللهم حبب إلينا الإيمان اللهم زينه في قلوبنا اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها وتعلم عيوبنا فاسترها وتعلم أمراضنا فاشفها وتعلم حاجاتنا فاقضها وتعلم أعداءنا فاكفنا شرهم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اغفر وارحم واعفو وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
اللهم ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.